نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدي كثير من المخالفات والبدع والحزبيات، وأنا هنا في هذه البلاد المباركة أحضر دروسكم منذ سنوات ولله الحمد. سؤاله: هل من الأولى أن أبقى هنا وأستمر في حضور الدروس، أم أذهب إلى بلدي لأجل الدعوة الصحيحة، مع العلم أنني أستطيع محاربة الحزبيات والبدع والمخالفات بحكم وظيفتي في بلدي؟ اجمع بين الأمرين، سافر في بعض الفترات وادعو إلى الله وبين واجلس في الدروس، يعني اجمع بين هذا وهذا. نعم.